صحيح لسمير غانم. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو ل9000 لايك. لو بتحب سمير غانم ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع سمير غانم. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. حالتهما صعبة، دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها. الفنان وضع على أجهزة التنفس الصناعي إثر مضاعفات صحية شديدة داعية لهما بالشفاء العاجل. أثارت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم مشاعر محبيها بعدما نشرت دعاء عبر انستغرام لوالديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، وتعاطف جمهور دنيا عبر حسابها في انستغرام مع الدعاء الذي نشرته لوالديها اللذين تراجعت حالتهما الصحية خلال الساعات الأخيرة. فقد وضع الفنان سمير غانم على أجهزة التنفس الصناعي إثر مضاعفات شديدة بسبب معاناته من مشكلات مزمنة بالكلى أدت لخضوعه لغسيل الكلوي، إضافة إلى علاجه من كورونا وتضرر الجهاز التنفسي من الفيروس. وكان الإعلامي رام رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم قد أعلن إصابة والدي زوجته بفيروس كورونا ونقلهما للمستشفى، وكتب عبر حسابه على فيسبوك: أشكر كل من حاول التواصل وأرجو التماس العذر، للأسف أصيب بكورونا منذ أيام. أغلى وحب وأنقى الناس حبيبي سمير غانم ودلال عبد العزيز وهما في المستشفى حاليا لتلقي الرعاية اللازمة، أرجو من حضراتكم الدعاء لهما. الوضع سيء جدا، تطورت حالة سمير غانم ودلال عبد العزيز الصحية. كشف مصدر طبي تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز، وقال إن الوضع سيء جدا وخاصة سمير غانم فهو لم يتحسن خلال الفترة الماضية، ولفت إلى أن حالة الفنانة دلال عبد العزيز أفضل نسبيا من زوجها وفقا لصدى البلد. وكشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا تطورات الحالة.